السلام عليكم وحياكم الله في أول مرة. في الحلقة السابقة شفتوا مجموعة من الأسئلة والأجوبة اللي ما سبق وشفتوها في الحلقات الأصلية اللي انعرضت، وما زلنا أمامنا الكثير نراويكم إياه في حلقة اليوم من شيء ما شفتوه مع الضيوف. نتابع ويا بعض وراجعين. الأشياء اللي ما شفتوها في هذا الموسم من أول مرة هو حديث الفنانة القديرة فخرية خميس عن أول مرة دخلت فيها ماسبيرو في مصر، وأول مرة تيها نوبة هلع، وأول بوست سوته في الإنستغرام، وعن وقوفها أمام بوعدنان. دخلتي ماسبيرو صح في مصر؟ في مصر إيه، دخلت لما عاد كنت أوريدي في الثمانينات لما سويت الدورة. في 1988 كانوا يودونا نسجل تمثيلات إذاعية، مسلسلات تلفزيونية. كانت الكعبة المشرفة أيامها سجلت، صورت معهم. ماسبيرو عالم طبعا. أيوة سجلت مسلسلين إذاعيين منهم مع محمود مرسي، مع أحمد عبد العزيز، مع فنانين كثار يعني. البدايات مع الكبار. بس مش كمذيعة، كممثلة رحت أشارك. طيب. أعمال مشتركة مع عمان بين ماسبيرو في إذاعة سلطنة عمان. أول مرة تقفين أمام رحمة الله عليه الأستاذ عبد الحسين عبد الرضا. طبعاً هذا تاريخ يعني لي بصمة إن فخرية وقفت أمام هذه القامة الكبيرة. صحيح. ومنها الأستاذ أيضاً المرحوم خالد النفيسي. فثقتهم هي اللي ولدت فيني أنا قوة شخصية. كان يجي يشتغل علينا كفنانين في الكواليس، كان يجي يحضر حتى لو ما كان عنده تصوير. وبالذات فخرية، أذكر في مشهد اللي كان في مشهدين كان حاضرهم موتني من الضحك، واحدة بتشاني فيها واحدة موتني من الضحك، حتى إذا فيما بعض الناس بتتذكر شو الموضوع. واحد منهم لما أقول أغني أقول كان زين الليلة عرسي، أتذكر هذا المشهد شيء. واقف كان يقول فخرية ابكي فيها وانت تقولي لا، قلت له بس انا بفرح. كان يقول لي لا، شوف اشتغال الفنان على الفنان الاخر يعطي فرصه. الان يلا خلصني بروح عندي عمل ثاني. فين شو افكر يعني في هاي اللقطه، افكر دائما في وقع المشهد على نفس كل من هي مثل فتون. تصدق هو خلف الكاميرا وانا امام الكاميرا التصوير، بس تزلق عيني عنده يقول لي زين الليلة عرسي كان زين. بكى نزلت دمعته، نزلت دمعتي من دمعته. الله والله العظيم ما أنسى هذا الموضوع. الموضوع الآخر البرقوقة، مو لما أقول حق دسوقي خلي عندك مبدأ أو موقف اسمها برقوقة ولا كوجة، يقول لي لا اسمها برقوقة، أقول له لا إحنا نقول كوجة بالخليج. وهو طايف قبل لا يقول أكشن للمخرج، فجايب ميوة الفواكه، قال لي فخرية خذي حبة. خط وهذاك يقول أكشن خشيتها ما لحق تاكلها، فعند الباب شفت تلقائي عند الباب، وجا طق بسوق الباب ويتكلم ويتغزل فتون وما ادري شنو. فبالاخير ما ديتني الحاسه اني انا ناوله، قلت له تفضل هذه، قال لي ايدي، قلت له هذه كوجه، قال اسمها برقوقه، قلت له لا كوجه، قال برقوقه، قلت له يعجبني مبدئك. ما اشوف له دف، وقفت اصوير الاستاذ عبد الحسين الله يرحمه من الضحك مفصص على شنو ولفت أحل من الكرسي يعني يضحك. بس عمل حركة رومانسية صراحة. إيه والله العظيم. طيب تكلمنا عن البانيك أتاك أو نوبة الهلع اللي تيجي، قلتي لي من الحالة الصحية اللي كنتي فيها. إيه نعم. اللي هي كانت في أعتقد خصبات الهوائية. إيه لأن أنا كنت أستخدم أدوية كورتيزون. نعم. كورتيزون عالي وتنفخت، وما كنت أعرف لأن ما كانوا يعطونا الإرشادات الصح كيف نستخدمها. فقط اعملوا زفير واعملوا شهيق وانت تحطوا، بس ما كنا ندري ان ايش نسوي بعد ما نستخدم الدواء، هل نتمضمض ونتخلص من المضمضه هذه على اساس ما نبلع، انا ايش اسوي؟ اشرب الماي عليه، فهذا كله كان يترزق 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 رزق على الله يترسب في المريء، فهذا كون عندي انسداد من الكورتيزون، اثر علي، اثر على القصبات الهوائيه وانا عندي ربو عالي. بس الدكتور اللي عالج صراحه حصل دعايه لا صارت ولا استوت. تخيل، لان ابي يعني الناس ما وقفوا شلون راح من انا فقدت الصوت، وهذه رزق الصوت يعني، وايضا حالتي فجاه اتنفس، اقول له دكتور انا اتنفس، انا اسمع صوتي بس ايده. ومنها انا نذر علي، قلت ان اي حد يبي يروح هذه العياده في فيزبادن في المانيا، اي حد يتصل في الدائره يجيني عن طريق الدايركت، اعطيهم الرقم العياده كنت. يا سلام. وين وقمت اسجل رغم انها دعايه لكن يستاهلون، لان
وايد مريت على دكاترة سواء في بلدان كثيرة ما أسعفوني كثر ما أسعفني هذا في يوم واحدة. نشوف أول بوست على الإنستغرام من الأستاذة فخرية خميس يروني إياه الكنترول. متابع إنستغرام والله. هذا أول بوست لك مع الأسائي. هذا مسلسل بيت بيت أبونا سنة 2013 حطيتي أول صورة على الإنستغرام. صح. أفتخر فيهم عمالقة الفن وما زالوا يعني إحنا حفظنا عيننا بالفن وذاكرة الفن. أكيد. هم الثلاثين جزء من وجدان بالذات هذا حياة لما مثلت وإحنا أطفال في الأبيض والأسود مسلسل الحدباء أو سهرة هي وسمان توفيق. كنت أخاف بس أشوف أروح أنام من الخوف يا من الخرعة لأن كان مسلسل هذا الكلام كان في السبعينيات في أوائل السبعينيات. الأستاذة أم طلال أول عمل لي معاها أوقف كان مسلسل ضمن مؤسسة إنتاج البرامجي لا مو أبناء وأباء وأبناء كان قبله اسمه إلى الشباب مع التحية. نعم الله عليك كان في 89. نعم وقفت معاها وبعدين كذا عمل صار والتقينا. نوجه لهم تحية الأستاذة أم طلال سعد عبد الله وأستاذة حياة. أما اللي ما شفتوه من لقاء الفنان حسن رجب هو حديثه عن ظروف دخوله الفن وموقفه من المنتجين. أبو علي أنت كان ممكن تطلع لاعب كرة يعني مش فنان. إيه. وشو اللي غير اتجاهك؟ لا أنا لعبت الكرة يعني طبعاً هو مش غير اتجاهي. أنت قاعد تتكلم عن فترة أنت لو تلاحظ حتى الملعب يعني رمل. صحيح. إحنا كلنا نلعب رمل وحصى وهذا ما كان بعد الحشيش يعني مو موجود. لكن أساساً في المدرسة يعني أنا كنت كوميدي في المدرسة عودتهم صاحب مقالب فهذا اللي شجعني حتى الشباب قال والله أنت وتمثل بس قبل كان يعني التمثيل قليل ما من يوصل للتمثيل ما أدري شيء. صحيح. هو يعني بينك هيك الفترة اللي يعني شجعوني زملاء من ضمنهم الدكتور سليمان الجاسم وأيضاً الفنان العراقي الله يرحمه اللي كان هو مشرف على أول مسرحية. تحمست أنا حبيت الفن فقالوا خذ شهادة أفضل يعني كان أقرب دولة هي الكويت. وكثير من النجوم اللي معاك اللي كانوا في الفصل معاك في الدراسة أيام الدراسة كثير أغلبيتهم. نعم. من يعني أنا دفعتي باسم حمادة الفنان باسم حمادة جمال ردهان أحمد جوهر يعني كثير من الشباب الموجودين حاليا هم نجوم أساسا في الكويت كانوا معاي في الدفعة نفسها. يعني أول مرة ينسرق لك مشروع أو تنسرق لك فكرة أجبت تقولي ما أتذكر. لا 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 بالعكس يعني وايد لليوم تنسرق مني أفكار أنا بالعكس لكن أغلب اللي انسرقت أغلبيتها بإذني. كيف؟ لأن في مخرج متأثر من شكل معين سويته فيتصل فيني أبو علي والله أنا حبيت هذا عليك بالعافية عادي أسوي سوى في مسرحية واحد سواها أيضا خذ. هي بس أبو علي أنت كذي تشجع أنه ما يسوي شيء أصيل يأخذ شيء أوردي مسواه أنت سويته يعني. لا الشباب هذيل أنا ما أقدر يعني أقول لهم لا أو لا تأخذ عشان ما أصير أنانية يعني بس أنا أحث يعني في شباب ما شاء الله يعني يتصلون يتواصلون من باب الثقة ومن باب هذا هم يتأثرون بشغلة بس أقول له حاول تضيف يعني أنت أوكي خدت الفكرة هاي بشكل معين بس عطني مالك اللي أنت سويته. في بعضهم لا الله حق يعني يشتغلون صراحة ما يقصرون يعني. أنا كنت أبحث عن أبو علي ومعلومات كثيرة في النت بس أول مرة أشوف تصريح وأصر أني أنا أطلعه لأن استغربت منه بصراحة. هذا مش في صالحك. أدري. هذا تصريح مش في صالح أي فنان يعني. وين كان حقيقي يعني الدبلوماسية شيء مطلوب. ما أنا قلت لك هذا عيبي أنا قاعد أخرب على نفسي بس أنا فعلا لست صديقا. هذا التصريح قديم على فكرة. ايه في 2015 أيه مو وايد قديم. ايه بس الحين في منتجين اصدقائي لان صاروا منتجين. نعم. يعني في اصدقاء صاروا منتجين ما زالوا اول ما كنت صديق. كيف كان الشيء مأثر في ظهورك التلفزيوني درامي؟ يعني المنتج بيبص اصدقائه ما راح يجيب ناس ثانيين. عاد اصدقاء انت احسب المنتج. على حساب العمل الفني والادوار؟ نعم. نعم. على حساب العمل الفني. لأن إحنا عندنا في العمل الفني قلت لك أنا أنت سألتني سابق هذا شو ينقصنا قلت لك الاحترافية والأقصد الاحترافية بمجملها سواء بالفن أو في المسرح هذا إحنا نعمله هو ما زلنا. نعم. ما في احترافية يعني ما في إتقان سواء إنتاج هالكلام بيزعل الناس سواء ما هم يعرفون وجهة نظري قال إنها يزعلون ولا يرضون
الانتاجيه حتى الانتاج التلفزيوني حتى انت مع الاسف ما في اتقان ولا يلام المنتج. انا اقول لك ايضا المنتج عليه ضغوطات، المبالغ اللي يتقاضاها من خلال انه ينتج ويعمل هاي الليله يحتاج الى مبالغ لا يعطاها المنتج. انا اشوف انا اتكلمك عن طرفين. نعم. انا دخلت في انتاج تلفزيوني قبل، انا دخلت ومو بخسرت يعني، اقول ما ربحت تحديات. نعم نعم ما ربحت يعني، لان تحتاج لك امور كثيره. المنتج يعني يعطى هذا المبلغ ويحتاج من النجوم زي النجوم والناس واللوكيشن ويحتاج الى صرف، فاكيد راح يتنازل يجيب لك نجمين والباقي ستاف ثاني ستاف ثالث بحيث انه يوفر. نعم. بقيمه العمل بقيمه الاجر اللي انت بيبك فيه بيب اربعه يقبلون. ايه اذا انت تاخذ مبلغ الفلاني في اربعه ستاف ثاني يقبلون ان ياخذون هذا، اوفر له هو يبي يربح بعد المنتج. بعد الفاصل المزيد من شيء ما شفتوه من اول مره. عودة لأول مرة، وهذه المرة بنعرض لكم شيء ما شفتوه من لقاء الفنانة فاطمة الحسيني، وهو حديثها عن الزواج وعن تفاصيل الحياة الشخصية ومتى تتنازل عن الأجر ومتى تسوي بلوك. عند صديقات من أيام دراسة تذكرينهم إلى الحين ولا لا؟ فرقتكم الدنيا؟ فرقتنا الدنيا، وشات الظروف إن من أذكر من 3 سنين كنت أصور مسلسل، وحتى كان التصوير في بيتي مع الأستاذ سلطان النيادي أبو محمد الله يشفيه طبعا ويعافيه ورده بالسلامة. دشت علي وحدة قالت لي ما تذكرتيني أنا فلانة فلانة، ما تذكرتها بس أتذكر أن كانت عندي وحدة بهالاسم وكنا أهل من بعيد يعني، وطرشت لي صورتها. ما صدق ما عرفتها، ما عرفتها من أيام الابتدائية ما شاء الله. هي فما عرفتها، بعدين شوي 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 لما تذكرت ابوها الله يرحمه طبعا توفى، وتذكرت لهذا بديت وعقب صرت البيت وشفت اخوها وكذا وكذا. بس بعد اتذكر بعض المواقف يعني، شوف تخيل بعض المواقف يعني بس. وبعدين بعد شاءت الظروف ان نحن نفترق تتفرقون. انت اكبر وحده بين اخوانك خواتك؟ نعم. وكم كم نحن اخوان خواتك؟ نحن 3 بنات وولد. نعم. متواصلين كلكم مع بعض؟ متواصلين. هي بس طبعا بحكم انا قلت لك من بوظبي وهلي في بوظبي، وانا طبعا اخترت هذا المجال وساكنه بعمان من وانا صغيره. قلت لك حتى مرات يوم امر شارع المينا اتذكر اقول الله انا مشيت في هالشارع بيت عمتي هني، لي ذكريات جميله فاحبها عمان يعني. هذا شيء جميل، لان انت فاطمه عاده ترى ما تتكلم عن حياتك الخاصه تقريبا بالضبط. على مر السنين 30 سنه في الفن تقريبا مو بكثير يعرفون تفاصيل عن حياتك الخاصه. بالضبط. طيب أول مرة تتنازلين عن أجر مقابل الدور، يعني أول مرة تشترين دور؟ وايد أعمال، في دور اللي هو اشتغلت الهدامة اللي كان في الكويت مع الأستاذ محمد دحام الشمري، كان للأديب هيثم بودي، دور عمري، وهذا كان طبعاً تراثي يتكلم مع قبل النفط في الكويت. نعم. والحمد لله أتقنت الدور وحاربوني ليش هذه ليش شفتوها، وفي ممثلين وصرحوا في الجرائد. معقولة؟ نعم. وواجهت الأستاذ محمد قلت له أنا كنت في الأردن وكنت أصور عمل، وحتى والله حتى أذكر حد من الجمهور كنت داش شيء من المحلات قال لي أستاذ أنا سمعت بعد ما انعرض في إحدى الفنانات انتقدت وقالت وقالت، أنا ما يعني عارف اللي ما أسمع يعني طلعت. فبعدين صادف أني أنا اشتغلت مع الأستاذ محمد سهر الليل، كان سهر الليل. نعم. واحد، فاول ما شفتك كنت سايره ازور اللوكيشن قبل اصور قلت الاستاذ انا سمعت، قال لي فعلا. وانا رديت في احدى المؤثرات قالت ليش ما شي مؤثرات في الكويت جايبينها. ايه بس شوف لما تي تتنازل عن دور في يعني مقابل الاجر ما عليه، لان انت في النهايه تحب شغلك. نعم صحيح. بس لما تنظلم وانت في بلدك لا دور لا ماده يعني خلينا نقول لا ادبيا ولا معنويا ولا ماديا، هذا اللي يقهرك. فحتى في بعض المنتجين عيوني يقولون لنا انتم شي ما تشتغلون يانا. طيب اذا انت ما تقدرني ماديا ما تقدرني معنويا ما تقدرني ادبيا انا كيف اشتغل معك؟ صحيح. طيب اول مره تسوين بلوك لشخص؟ وايد وايد ما اعرف انا من النوع. شوف اقول لك شيء،
لنفرض ان الحين ابراهيم غلط علي، ما ارد، ما اجرح، اسوي بلوك على طول. على طول. ليش؟ لان انا من النوع اللي قلت لك قبل وايد عصبي، فممكن تطلع مني كلمه، ممكن مو شرط انه يكون انا ما اعرفه، مثلا انا وابراهيم شدينا في الكلام دو 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 دو، عشان انا ما اجرح ابراهيم وعندي عاده هذه يعني ابغى اتخلص منها، اسكر الخط. مثل مسلسلات يعني. اسكر الخط، بس لو انت تسكر الخط بغي انا اضحك. ليش؟ يعني لان يمكن انا عندي عادي. اشوفها عادي. وايد ناس يزعلون من هالشيء. يزعلون، انا ما ازعل والله العظيم اني ما ازعل. الفنان ابراهيم سالم تحدث عن الاخذ بيد الشباب ومساعدتهم وتجربته مع الفنانه بدريه احمد في الماضي والحاضر، وعن رايه في اكاديميه الفنون الادائيه في الشارقه. ودائما الح عليه ويا الناس، الشاب دائما لما ييك حاول تاخذ في ايده، لا تقعد تكسر المياديف. المياديف ايه يعني لازم تاخذ بيده. بس لما ييك شاب مثلا، ما ابغي اقول ما اخذ في نفسه مقلب، ممكن اقول يبغي يعني يهم في هذا الطريق، لكن انت ما تشوف فيه موهبه ايضا بتاخذ بايده؟ بينكشف، باخذ بايده بس بينكشف. في بعضهم يتركون المجال، في بعضهم مو تاخذ بايدهم بس لكونهم جاي يمثل، انت تاخذ بايده لكون شخصيه مثلا ما يكون عندها ذاك السلوك الصح. نعم. مرات ما يكون متوحد او عايش في حاله بروحه، لما تدخل مع مجموعه انت كذا ماخذ بايده حتى لو ما كانت عنده موهبه. هذا صحيح. إيه إيه. هذا صحيح. فهذه الامور يعني ما تفي تصنيفه وحده او شيء واحد. نعم. تفي امور كثيره يعني. طيب شو رايك في الاكاديميه اللي موجوده حاليا في الشارقه، الاكاديميه المسرحيه؟ هذه حلم انا بالنسبه لي. هذا من اهم الاشياء والانجازات اللي انعملت عندنا في دوله الامارات. الله يعطيه الصحه والعافيه ويطول في عمره الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي على هذا الدعم اللي قاعد يدعم الناس. الاكاديميه هذه بالنسبه ان الناس طبعا مستعجلين عليها وايد. نعم. ان كلهم يبغون انتاج الان، وهي مشكلتنا هني. الثقافه لا تسال عن انتاجها الحين. الشيخ سلطان لما عطوه رايه عاصمه الكتاب العالمي قال بالضبط الجمله هذه، انا من 40 سنه اشتغل لهذا اليوم. نعم. الثقافه لازم تنتظر عليها. معك فنانه بدريه احمد. إيه؟ واشتغلت ايضا اخر عمل مع الفنانه بدريه احمد. نعم. شو الفرق بين كبرنا قبل كبرنا ابراهيم. ايه كبرنا، صرنا كثير اهدى. اهدى؟ ايه نحن اهدى، علشان كذي هذا العمل صار على الهامش. يمكن من ضمن السلبيات على الهامش، بس اشرح للمشاهدين ان الهامش يعني ما دخل في مسابقة، في المسابقة كان على هذا. نعم. انا ما كان يعنيني هذا قد ما كان يعنيني ان نحن نقول شخصياتنا. بغيت ولا ما بغيت، بدرية احمد هي من اهم الممثلات اللي موجودة عندنا في المسرح الاماراتي. نعم. وكان معنا ولد في العمل هذا، ولد ان شاء الله بيكون له مستقبل كبير، هو احد طلبة مرعي الحليان اللي غصبا عليه اعتبره طالب عندي. مرعي زين. بس يعني هذا العمل انا يتراوالي من الاشياء المهمه فيه ان احنا كثير استفدنا منه مع وجود مخرج مثل حافظ امان. هذا الولد او هذا الشاب او هذا الرجل عنده ثقافه كبيره جدا. نعم. انا طبعا مؤمن جدا بان الممثل ما له علاقه ب بالحجم وبالرشاقة، هو طبعا فقط الروح على خشبة المسرح. ولكن أنت ما فكرت بأن هذا الشيء ممكن يأثر حتى على الصحة؟ أنت تسمع الملاحظة كثير. طبعا وأثر. أثر. طبعا وأثر. يعني أنا قاعد أكلمك، عندي الآن مشاكل مع جلسة الأرض. نعم. عندي مشاكل في القومة لما أكون في الأرض، يعني هاي مسألة الواحد ما يقدر يخفيها. بس اللهم لك الحمد، يمكن هي جاية من العين أكثر، ما أدري. نعم. يعني ما إحنا هالسوالف شوية إن العين حق. يعني مثلاً كان عندي مسرحية اسمها تراب الأحمر، كان مطلوب مني حوالي 6 مرات أركب نخلة مع وجه كذي، أركب وانزل، وعلى متني هذا كنت أروح وأرجع، وشكله واحد قاعد من الجمهور وعطاني إياه وبس. إيه وعينك ما تشوف إلا نور من عقبها. طحت من درة، يمكن 10 دريات طحت فوق منها من فوق، وبديت يعني صار ضغط علي من تعرف انت من هذا، وتأثرت منها. نعم. بس ربك ما زال الواحد يعني ينكتب عنه ان هذا اللي قاعد يمشي بخفة على المسرح. نعم. اللهم لك الحمد. بعد الفاصل
راجعين لكم مع المزيد من شيء ما شفتوه من الموسم الثاني من برنامج أو رجعنا لكم مع المزيد من اللقطات اللي ما شفتوها من أول مرة، وهذه المرة بتسمعون السيدة عذيج أبو عصيبة اللي تحدثت بالتفصيل عن تأسيس بنك الدم. طيب انتقلتي إلى وزارة الداخلية؟ إيه هذا آخر. بس ليش انتقلتي إلى وزارة الداخلية؟ حتى تقاعدت أنت من هناك؟ أنا تقاعدت في وزارة الداخلية، أنا استقلت من الصحة. طيب أنت أسستي بنك الدم؟ نعم. أبغي أتكلم عن هذه التجربة، كيف كانت تأسيس بنك الدم؟ تأسيس بنك الدم طولة عمرك نحن كنا يعني بالنسبة للدم عندنا شوية يعني متعبنا، يعني طريقة في ذلك الوقت طريقة الحصول على الدم ما كانت سهلة، وكنا بعض الأحيان نستعين بمستشفى مكتوم أو إن نطلع إلى وين؟ إلى بوظلي عشان تجيبون سيارة عشان نطلب شو، أو تينا سيارة من بوظبية يبتلنا يعني 500 سي سي ولا 1000 سي سي ولا 2000 سي سي، يعني مثل ما تقول عشان نستعمله في ثلاجة. فأنا دارت الفكرة في رأسي فقلت إحنا ليش يعني يكون هالنمونة. أنا من حكم عملي ويا الشيخ حمدان الله يعطي الصحة والعافية وبارك فيه، ومن أني أنا الكل يعرفني صار هاك الأيام، وأنا بعرف الأخ أحمد الطاير له تحياتي أوجه له من هني، يعني إذا يشوفني في يوم من الأيام أوجه له التحية. فهو كان وكيل وزارة المالية أحمد الطاير، وكان طبعا الشيخ حمدان من أيامها هو وزير المالية يعني. نعم. فكنت أنا أشتغل مثل ما تقول في البلدية، وكان هذا يعني لي يعني مثل ما تقول وصار يعني مواصلات وياهم في صلة، يعني في تواصل، في معرفة يعني لا باس بها. في فمثل ما تقول كلمت أحمد سيف هاك الأيام، كان أحمد سيف بالرقاق كان هو دكتور، وكان هو يعني هذه بعد لها قصة في مثل ما تقول كان ويانا في البعثة. فصرت عند أحمد سيف، قلت لأحمد سيف قال لي قلت له أنا أبغى بسوي بنك دم، قال لي هي بس يعني هذا يبغى له إمكانيات. نحن في هاك الأيام كان في عندنا قصور في بعض الأقسام الطبية مثل الأمراض النفسية، مثل القلبي أمراض القلب، ومثل بعد طولة عمرك على ما أفتكر اللي هو بنك الدم. نحن كنا يعني نحن محتاجين لهذه الأقسام هذه، وكان يوميها وزارة الصحة مقدمة طلب إلى وزارة الأشغال العامة والمالية على أن يكون في 3 مباني في مستشفى الكويتي أقسام جديدة. وأنا استلمت الأقسام بعد، أنا استلمت الأقسام كلهن. فقلت أنا بأخذ واحد لبنك الدم. أيوة، كان اقتراح مبادرة منك يعني. مبادرة. فتكلمت مع أحمد سيف والجماعة اللي هناك، قلنا لهم يا جماعة أنا أبغي بسوي هذا بخليه بنك دم. نحن عندنا مختبر ليبارتوري عندنا، بس مو بنك دم، مو ناخذ دم من الناس، مو نخزن، لا مو نعطي، نحن كنا عبارة عن ليبارتوري يعني. فتكلمت كان عندنا واحد اسمه مجيد هندي هو مدير المختبر. نعم. فقلت له مجيد تعال كذا كذا كذا، قال لي ايه بس هذا تحتاج اشياء يعني كثيرة لازم تطلبونها، لازم يعني ها. قلت ما مشكلة ان شاء الله هذا كله هي. فأنا هاك الأيام يعني مثل ما تقول حصلت من يعني عند واحد من الإخوان اللي كانوا ويانا في البلدية سيارات مثل الأسعافات هاي اللي يتحين اللي يتحين. فقال لي ذيج إذا أنت تدورين فأنا أفتكر هاي شركة في لندن عارضة تبى تبيع هالبصات هذه لو هاي يصلحين يعني إذا تحبين يعني مثلا. قلت زين. فأنا أخذت الصور وطلعت دايركت على أحمد الطاير، فقلت له طولة عمرك أنا أبغى كذي كذي كذي، وبغيت أتكلم الشيخ حمدان وكذي ونبغي نسوي بنك دم وهذا. فأحمد ما قصر، قال زين عذيج لكن هذا يبى موظفين يعني جداد، يبى ميزانية، الميزانية طبعا كل سنة تعتمد طبعا لازم نحط له ميزانية.
فقلت له طيب تكلم الشيخ انه يساعدنا يعطينا يعتمد لنا شيء تمبريري مثل ما قالوا مؤقت. وصار. ختامها مسك مع الفنان الراقي محمد سعيد السلطي اللي فاجأنا بطريقة عمل الفنانين في الماضي، وتحدثنا معاه عن الفرق المادي بين نشاط الفنون الشعبية وبين المسرح، وأهم شيء عن هذا الهدوء في شخصيته. طيب أبو جاسم، عشان ما تطير عني النقطة، أنت ذكرت جميل بين الفنون الشعبية والمسرح، من يدخل فلوس أكثر، الفنون الشعبية ولا المسرح بما أنكم أنتم في مبنى واحد؟ لا، هو ذاك الوقت شوف كانت الميزانيات شوي مرتفعة، يعني في البداية كانت الميزانيات حوالي في حدود 200 إلى 200. لا، نتكلم على مر السنين كنشاط. على مر السنين شوف المسرح لحد يمكن 2006 كان نشاط، هو مجرد نشاط في الجمعية، وكانت الجمعية تحدد مبلغ من الدعم إلى النشاط هذا. لكن بعد ذلك بدأ المسرح أخذ الإشهار، أشهر المسرح وصارت ميزانيته مخصصة له من وزارة الثقافة. أيام أبو محيوس يوم كنتوا تسوون المسرحيات كنتوا تدخلون فلوس؟ شوف أنا بقول لك، مسرحية مثلا أبو محيوس في بتايا، هاي المسرحية قلت لك الميزانية نحن حطينا ميزانية لهذا، لكن لما عرضنا المسرحية انعرضت حوالي يمكن قريب 22-23 يوم ما شاء الله ورا بعض. ايه فتفاجأنا انه في اقبال، لان كوميديا بسيطة يعني ما فيها حتى ذاك الكم من ما في تهريج ما في كذا، عمل مبني على مواقف. انا يعني اتحديت نفسي انه العمل اللي بقدمه كونه اول اخراج يا انجح فيه اترك امشي، فهو مبني على المواقف الكوميدية مو مبني على اشخاص، فكلنا كنا متفاهمين في مسألة تقديم العمل وطريقة التقديم. يعني كان في دفع، كان في بيع تذاكر. وكان في بيع تذاكر، نعم، والعمل دخل ميزانية، الميزانية تحولت إلى مكافآت. أول مسرحية كانت المصفوع ما ينسى. نعم. المصفوع ما ينسى؟ لا، هو أنا ما أذكرها. شوف الأشياء هاي إبراهيم أنا ما أذكرها، يعني تنسى؟ عفو الله، أنسى وتسامح بسرعة؟ أنسى سامح بسرعة، يعني يمكن أزعل هني أطلع برا، أنا تلقاني أسولف معاك أنا ما أدري شو السالفة، يعني هاي الأمور يمكن شغلة بديهية في إن عارفينه وأنت ممكن، بس هذا ممكن يعطي مجال للآخرين يعني إنهم يتجاوزون أكثر من مرة. لا شوف، أنا هاي الشغلة شوف ما أسمح فيها، يا أنا أسحب نفسي وأكون بعيد عن المسألة هذه، أو أني أنا أستمر وأقول، يعني أنا أوصل مرحلة فيها عصبية تصير عندي يعني ما بشوية ترى. لا أنا شايف الوجه الآخر لكرة القدم على فكرة. يعني هذه كانت الأسئلة والأجوبة اللي ما شفتوها ولا سمعتوها في كل الموسم هذا من أول مرة. نتمنى أن حبيتوا الموسم واستمتعتوا واستفدتوا منه من خلال المعلومات التاريخية وأيضاً سير ضيوفنا اللي هم نجوم وأعلام من الإمارات والخليج العربي. شكراً